السلام عليكم أزول. كل شيء يباع في السوق. نعم، جميع الأشياء تباع في السوق. إذا دخلت السوق تجد دجاج وإوز وحمام، وتجد حيوانات، وتجد أشياء كثيرة تباع في السوق. حتى الزواحف تباع في السوق. نعم، الزواحف. الزواحف في المغرب لها أسماء محلية: رضاعة البقرات، والزرزومية، والزرغميل، والبوبرايس، بوبرايس الوزغة، وكذلك الضفدع البري مجفف. وتجدون السلحفات تباع، وتجدون الثعلب مجفف يباع كذلك، يعني جلد الثعلب وناب الثعلب وعظام الثعلب ومخ الثعلب يباع كذلك، جلد الذئب يباع كذلك في السوق، ثم كذلك جلد الكلب. لماذا جلد الكلب يباع؟ ثم كذلك شعر الحمار، وكذلك فئران تباع، الفئران، وتباع البوم. البوم موكا، موكا تباع كذلك مجففة. البوم كذلك تجدونه في السوق، وتجدون الضب، وتجدون مخ الضبع المنتوج الأغلى ثمن، مخ الضبع. نعم، مخ الضبع يباع كذلك في السوق. ويعني أشياء كثيرة تباع في السوق، من الذبابة، من أشياء كثيرة. نعم، السحليات والزواحف تباع في السوق. السحليات، السحلية الحمراء المرقطة، رضاعة البقرات، السحلية الصفراء، الملساء، هذه زرزومية، كذلك أم 44 زرغميل، وكذلك البوبرايس، هذه الوزغة، وبوبرايس، هناك بوبرايس يعني البري، وبوبرايس كذلك الذي يسكن مع الإنسان، هذا بوبرايس. وتجدون موكا، هذه البوم، وتجدون الضفدع البري مجفف يباع، وتجدون السلحفات المجففة كذلك، البرية مجففة، وتجدون الثعلب، وتجدون الضب، وتجدون مخ الضبع يباع كذلك، والفئران مجففة، وتجدون عظام الحمير وشعر الحمير، وتجدون أشياء كثيرة. لوازم الشعوذة كلها تجدونها عند دكاكن التي تتخصص في بيع لوازم الشعوذة. نعم، هناك محلات تجارية تبيع لوازم الشعوذة، وليس أسواق البادية، في الجميعة، في مدينة الدار البيضاء، في درب السلطان، وتجدونها في سيطات، وتجدونها في مراكش، وتجدونها في سلا، وفي الرباط، وفي فاس، وتجدونها في كل المدن المغربية. تجدون سوق تجار يبيعون لوازم الشعوذة. نعم صحيح، نعم صحيح، لوازم الشعوذة. اذهبوا لدرب السلطان، سوق الجميعة، وستجدون هذه الأشياء كلها، ويعني باع كثير يبيعون هذه الأشياء، ولديهم أموال كثيرة، أموال كثيرة. هل معاهم ترخيص؟ لا أعلم، لكن هذه الأشياء هي لا تستهلك، ومعلوم أنها تضر وتؤذي، فلماذا تباع؟ لماذا تباع؟ السؤال الكبير، اللغز الكبير الخطير. لوازم الشعوذة تباع، لوازم الشعوذة تباع. هذه الأشياء، كثير من الضحايا الآن هم تحت الأرض. من يحمل ذنوب هؤلاء الذين تركوا أيتام وتركوا أرامل، وربما المرأة توفيت وتركت زوج وأطفال؟ من يحمل ذنوب هؤلاء الذين توفوا بالضفدع البري، وتوفوا بهذه الزواحف؟ وغدا إن شاء الله سنتكلم عن العقاقر والأحجار والمصائب الكيماوية التي تباع كذلك كلوازم الشعوذة، والتي تؤذي الناس وتقتل الناس، وهذه أدوات الجريمة تباع، أدوات الجريمة تباع. نعم رجال القانون، نعم أدوات الجريمة تباع علانية، وهناك متاجر تبيع هذه الأشياء، سوق الجميع، درب السلطان، وسطات مراكش، وتجدون هذه المسائل التي تباع. لوازم، ليس الشعوذة، إنما هذه أدوات الجريمة. هؤلاء لما يشترون هذه الأشياء، لماذا يشترونها؟ هؤلاء الباعة لمن يبيعون؟ لمن يبيعون؟ هل الخطأ في الذي يبيع هذه الأشياء؟ الخطأ في الذي يشتريها. فالذي يشتري، المرأة لما تشتري مخ الضبع، لماذا تشتريه؟ لماذا؟ ماذا تعمل به؟ أنتم تعلمون لماذا، كل الناس يعلمون لماذا. لما تشتري الضب أو الضبع، أو تشتري هذه الضفدع البري، لما شخص يشتري ضفدع بري لماذا يشتريه؟ يشتريه ليقتل، عنده سبق الترصد، الإصرار والترصد، يعني وينوي جريمة. لماذا يشتري رضاعة البقرات مجففة، ويشتري أشياء هذه؟ لماذا يشتريها؟ يشتريها ليقتل الناس، ليتعدى على الناس، ليؤذي الناس. هذه الأشياء يجب أن تنظف، هذه الأشياء يجب أن تنتهي، هذه الأشياء يجب أن تتوقف. It has to stop. It has to stop. It has to stop. كفى من إذاية الناس، كفى من قتل الناس، كفى من إذاية الناس.